أحيانا تكون المضرة منفعة، فمضرة جائحة كورونا التي غزت نينوى جعلت من خلية أزمة جامعة الموصل أن تدفع بكادرها لصنع جهاز تنفسي لمستشفياتها. وبالفعل بدأ فريق تخصصي من الجامعة بصنع الجهاز لإنقاذ حياة المصابين بهذا الفيروس الفتاك، إضافة لحاجة المحافظة له في الوقت الحالي، خصوصا وأن الإصابات بدأت في الآونة الأخيرة بالتزايد بشكل طفيف. خلية الأزمة في جامعة الموصل طلبت إمكانية تصنيع جهاز تنفس اصطناعي. بعد الاطلاع على بحوث عالمية منشورة عن بعض التصاميم والمتطلبات للجهاز، تولدت فكرة لتصنيع جهاز محمول خفيف الوزن، يشتغل على البطارية وعلى الكهرباء الاعتيادية، يلبي احتياجات طيف من المرضى، من الطفل إلى المسن. لم يقتصر عمل الفريق المختص بجامعة الموصل على صنع الجهاز فحسب، بل بادر بصنع مواد للتعفير والتعقيم التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي لشحتها في الأسواق المحلية ورفع ثمنها واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة للمواطن. كما باشر الفريق أيضا بصنع جهاز يوازي الأجهزة المختبرية بطاقة استيعابية ل500 لتر. اتجهنا لتصنيع المواد التعقيم والتعفير بمكونات أولية بسيطة ومن المناشئ الرخيصة الثمن، حيث شحت من الأسواق المحلية وزاد ثمنها بسبب الحاجة إليها والنقص في السوق واستغلال بعض الأشخاص للحاجة لهذه المواد. قمنا بتصنيع جهاز تقطير بسيط يعني مماثل أو موازي للأجهزة المختبرية التي هي بحجم نصف لتر أو واحد لتر، قمنا بتصنيعه باستيعابية 500 لتر. خلية الأزمة بجامعة الموصل والفريق البيولوجي التابع لها تبنت فكرة صنع جهاز الوسط الناقل والمختص بنقل عينات فيروس كورونا في ظل أزمة حظر التجوال وانقطاع الطرق وبإمكانيات محلية بحتة، كما وأرسلت عينات منه إلى وزارة الصحة في بغداد لأخذ درجة التقييم لاعتماده رسميا في حال كسبه الثقة التامة من وزارة الصحة العامة في العاصمة بغداد. تبنت خلية الأزمة والفريق البيولوجي التابع لها تبنت فكرة تصنيع الوسط الناقل VTM الخاص بنقل عينات المصابين بفيروس الكورونا في ظل أزمة حظر التجوال، في ظل أزمة انقطاع الطرق، تعذر الحصول على كثير من المواد. تم بفضل الله تصنيع الوسط وبإمكانيات محلية بحتة، وهذا الكلام منذ الشهر الثالث تقريبا، وأرسلت العينات الوسط عن طريق رئاسة صحة نينوى ومشكورة أرسلت إلى وزارة الصحة لغرض تقييم الوسط، ونحن بانتظار التقييم الذي لم يرد لحد الآن، علما أن مؤسستنا الصحية في حاجة ملحة وكبيرة لهذا الوسط، ولكن نحن بانتظار التقييم من وزارة الصحة. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.